مرحبا شباب، اليوم بنبتدي نحل هالبروجكت. في هالبروجكت عندي 4 أسئلة، أو خلينا نقول 4 كلاسات. عندي كلاس حق كورس وستودنت وروستر، وعندي آخر كلاس اللي هو ريجستريشن. تمام. هالبروجكت شنو وظيفته؟ إن نسجل كورسات حق الطلبة وفي الكورس. تمام. It's required to develop an application in Java to maintain the information about the student register in various course in a university. تمام. إن شاء الله أتوقع أن تستمتعون في هالبروجكت لأنه حلو. الفكرة كما يلي: إذا قرينا كل الأكواد ومن الفيريبل، بيكون نهاية شلون بيكون شكل البروجكت بهالطريقة. إنه بيكون رستر معناته قائمة. تمام. قائمة فيها الطلاب student 1 و 2 و 3 واللي هو الستودنت. بيكون في نيم واي دي وكذي. داخل الستودنت عندي اري من كورسز، الكل كورس فيه اسم المادة والكريدت والسكشن. تمام. بيكون بيسكلي هاي شكله. اذا علشان نبتدي نحل السؤال، خلنا نقرا هالكلاس كامل بعدين نروح نكتبه كود. قال لي write a class called course having data members. قال لي عنده شنو؟ course number اللي هو اختصار نام، نوعية string، وعطاني مثال انه مثلا اكتب ITCS 214، نفس الكورس اللي تاخذونه. بعدين عندي كورس نيم، زين. فالحين نكتب الاسم ماله، داتا ستراكشر مثل ما هني مكتوب. الكريدت بيكون انتجر، والسكشن بعد بيكون انتجر. هني قال لي include the following public method in the class. لو تشوفون اول شيء شنو قال لي default constructor without a parameter. هني بعدين قال لي constructor with parameter. خله بس شوي ننزلهم. هاي ثاني شغلة بيها مني. بعدين قال لي set و get حق الattribute. بعدين يبغي مني equal و to string. تمام. هالميثودات اللي يبغيهم مني. تمام. خلنا نسويهم. هاي ما بياخذ منا وقت، بيكون كلش سهل، واعتقد انتو اوريدي تعرفون شلون تسوونه. بنروح حق كلاس كورس. اول شيء بناخذ كل الداتا، بنخليها، بنقول له هو في طريقة سهلة. إذا مثلا تنسون الـ variables سووا بهالطريقة، تسوونه كوبي تجيبونه فوق، زين، وكل ماله انتر، كل ما كان في فاصلة انتر. تمام. كذا عرفت على الأقل شنو أبغي. عندي 2 string. أوكي. بقول له private، خلنا نحطه private. إذا في حال احتاجنا نغيره بعدين بنغيره. private string course name، كامل الحكي هاي ما ابغي. تمام. وهني بعد ما ابغي هالحكي، مجرد اجيبه هني فاصلة. تمام. course name صار semicolon. تمام. ثاني variable سميتهم. هني بعد عندي integer، فشنو بكتب؟ private int credit. خلنا نخلي الفاصلة، نشيل انت ونشيل الانت اللي هني، سيميكولون. تمام. انا هني ضبط الفيريبل. مدام انا ضبط، الحين نروح الخطوة الثانية اللي بتكون كلش سهلة. من مكان اكتب الست والجيت كامل، فشنو بستعين في الجنريت. زين. بروح كود، بروح جنريت. شنو يبغي مني؟ يبغي مني كونستراكتر اول شيء،
زين كونستراكتر حقهم كلهم. شلون عرفت؟ لو تشوفون هني شنو قال لي، قال لي ديفولت كونستراكتر زين، وهني كونستراكتر وذ فور باراميترز. هاي اللي بيطلع لي الحين في الجنريت بيعطيني ذي ديفولت، بعدين احنا بنسوي. اضغط اوكي، اكو اعطاني كونستراكتر وذ باراميتر. مطلوب كل كم خطوة نحط كومنت، مثلا هني نقول له constructor with parameter. تمام، الحين نبغي بعد شنو؟ نبغي set و get. مرة ثانية generate getter and setter، نضغط عليه سوالي كلهم set و get من مكان اكتبهم، كلهم موجودين. صار خلل ان هاي مشكلة، هاي طلع تحت مشكلة رفعه بالغلط شلته، مو مشكلة نخليه هني ونخلي له فاصلة خلاص. تمام، ونخلي هني كومنت كلهم get. نقدر نسوي شيء افضل، ان نخلي مثلا course name هني، مثلا نخلي له كوما get and set، عشان بعدين يوم نبي ندور عليه يكون وايد اسرع لنا. نقدر نقسم الكود بعد بهالطريقة، نخلي طويل عشان كل مرة نلاحظ إنه هاي السكشن مال كورس نمبر، والسكشن مال كورس نيم، وكذي. بهالطريقة خلصنا أغلب السؤال يبغيه. الحين باقي علينا ثلاثة مثودات اللي هم equal to string و default constructor. to string بعد نقدر ناخذها من الجنريت. هني اكو مكتوب عندي to string كل ال variables اللي ابغيهم، فسوالي اياهم طبع لي. طبع لي اياهم، ف ممكن نحتاج بعدين نغيره بسبة ال array. بنشوف الحين شنو بالضبط يصير، ولكن حاليا هاي البيسك انه اوكي سوالي نفس اللي ابغيه. سوالي اياهم في سطر واحد، لو تشوفون هني بعد شنو كتب لي كورس وخلاهم كذي. تقدرون تغيرون مثلا تخلون مثلا مربع اللي هو سكوير مالت الاري، عراحتكم. انا حاليا بخليه بهالطريقة. ف equals ما نقدر نسوي، حتى لو رحنا هني جنريت هال equals غير، هاي مالت شيء ثاني، فنضطر ان احنا نكتبه. تمام، ومثل ما تعودنا خلي كومن. تقدرون تكتبون اشياء اطول، مثلا to string show، تكتب اسامي الداتا. الحين نرجع فوق، هو عادي يكون في اي مكان، ولكن يعني احنا تعودنا ان الكونستراكتور يكون دائما فوق، فبناخذ نفس الميثود كوبي ونخليه تحت الفيريبل. تمام، اعطاني ايرور لانه نفس الشيء في الاقواس، فبنشيل اللي في الاقواس. بعدين بنخلي يعني كله نو ونفس الشيء، ونسبة حق كريدت والسكشن بيكونوا صفر، لان حق الانتجر صفر هو النال. يعني مثلا بيكون نو كورس يا نو انتري اي شيء. تمام، هاي ديفولت كونستراكتر. بعد خلص
تمام. الحين بنروح حق equals، عادة to string يكون آخر سطر اللي تعودنا، ولكن تبون تخلون تحت قبل كل واحد تمام، فأنا بخليه هني لأنه أنا تعودت يعني على هالطريقة. to string أو equals شلون بيكون الميثود؟ equals مثل ما عرفنا قبل public شوفوا هني كاتب لي اختصار اذا مثلا تبون تكتبونه، لان هالميثود اوريدي نقدر ناخذه من كلاس اوبجكت، فنضغط عليه بنغيره شوي، ما بيكون بالضبط نفس الهاي، فبنشيل مثلا هاي الورنينج مسج ما نحتاجه. الاوبجكت اللي هني ما نبغي يكون من كلاس اوبجكت، نبغي يكون من شنو؟ من كلاس كورس نفسه. هاي كورس نفسه، هاي بيكون الاوبجكت من هالكلاس تمام. واصلا ليش نحتاج equal؟ عشان ما نسجل الطالب في كورسين مره واحده، يعني في سكشن واحد ونفس الطالب او في نفس الماده فبياخذ مكان غيره، فما نبغي، فمن كذي عندنا equals تمام. الريتيرن شوي بيكون طويل، لان ليش؟ نبي نشيك كل الاوبجكتات هل متشابهين او لا. في حال كل الاوبجكتات تشابهوا بيعطيني شنو؟ ترو. وهذا الشيء بنحاول نكتبه علشان يكون واضح. اختصار تقدرون تسوون كذا الطريقة، تقدرون تخلون فوق بوليان بعدين تكتبونه. انا بروح حق اكثر طريقة اختصار عشان بس اراويكم انه دائما حاولوا تكتبون الاكوال مالكم باختصار. فشلون بنقول له equals؟ بنجيب كل الفيريبل بنقول له course مثلا course name، هاي لنا string، فشنو بنقول له؟ بنقول له dot equals داخل القوس هنا شنو عندي؟ بيكون object اللي خذيته dot course name. زين هاي اول واحد، وكلهم بنربطهم بشنو؟ باند. كل الاوبشن بنربطها باند. الحين بصير طويل، فمن كذي بننزل تحت سطر بنقول له كورس نام دوت ايكوالز نفس الطريقة اوبجكت دوت كورس نام، وهني بعد بنخلي اند اند. تقدرون انتو تسوون اثنين فيريبل بوليان ويعني مثلا السترنج يكونوا ويا بعض الهاي، بعدين تخلينهم هني كل واحد. ننزل تحت. الحين عندي انتجر، انتجر في العادة اخلي له equal equal، ما احتاج اخلي له dot equals، فبيكون الحين credit شو هني، حتى dot equals ما عندي لان هاي انتجر. وشوفوا هني هاي انتجر، لو كان شوف هني هاي انتجر، لو كان كلاس انتجر كان عندي، لو مثلا كاتب بهالطريقة انتجر اوكي كلاس انتجر هاي كان اقدر اخليه كان عندي دوت ايكوالز. شوف هني عندي دوت ايكوالز، ولكن لان استخدمنا انتجر عادي وفي السؤال طلب انتجر عادي فما نقدر نستخدم هالطريقة. تمام. بعدين object dot equals and create لا هني section equal section بعد نفس الطريقة لأنه integer object dot section. تمام. هني شنو بيصير؟ بيشيك كل ذلين الكونديشن، اذا كلهم عطاهم ترو فيصير متشابه. فخلينا نسوي تيست على هالكلاس، لان اذا خلينا اند ممكن يصير عندنا خلل، فخلينا نسوي تيست. والتيست قال لنا نسوي في انا بختار كلاس ديمو. كلاس تسوون
اقبسوا التست عشان ما يكون عندكم مشاكل، لانه ممكن هاي يصير هني خلل. خلينا نشوف، نشيك نسوي كذا كونديشن، نشوف شنو بيطلع، شلون نقدر نحلها، بعدين بنحصل احسن الجوريثم حق الهاي. فشنو بنسوي؟ بنقول له كورس خلينا نقول له سي 1 كوال نيو كورس، وهني خلينا نستخدم باي كونستراكتر عشان دايركت نحط الفيريبل. خلينا نقول اول شيء كان نمبر، خلينا نقول 214 لازم يكون سترينج 214 فاصلة داتا credit for then خلي section 15 تمام. سوينا اول object. خلى الحين مثلا خلينا نشيكه، نقول له to string، خلينا نشوف شلون ينطبع. c1 dot to string تمام، اعطاني كل شيء مرتب بهالطريقه. تقدرون تخلونه نفسه عادي، اذا تبون تغيرونه بعد اوكي تقدرون تغيرونه. زين هاي نسبة حق السي 1. الحين بنسوي كونستراكتر ثاني، الحين بنسوي اوبجكت ثاني عشان نشيك بالكونتينز، بنغيره هنا الى سي 2. خب طبعا الحين في الحالة مفترض يعطيني شنو يعطيني؟ يعطيني ترو تمام. فبيكون شنو نقدر، هاي بيكون مو ستاتيك انه ما حدد لي. خلينا نشوف، ما حدد لي بس قال لي ايكوالز، حتى ما شرح لي ان ايكوالز من اي ناحية، ولكن لان انا اعرف ان كورسات وما يصير ادخل شخص في كورسين، ف بيعطيني ايرور. فشنو بنقول له؟ بيقول له سي 1 دوت ايكوالز، وهني بنخلي سي 2 مفترض يعطيني ترو. مثل ما شفت ترو. خلينا نغير شيء واحد بس، خلينا مثلا نغير الكود هني، نقول له 333 ايه مثلا، خلينا نشوف شنو يصير. اعطاني فولس، ولكن الكود خلينا نقول مثلا الاسم وباقي الاشياء كلها نفس الشيء. زين، او مثلا خلينا لا نغير الكود السكشن، خلينا نغير مثلا السكشن ماله، نقول 6. بعد اعطاني فولس لانه ما يصير نفس الشخص ياخذ نفس الماده، فالاحسن من ما كان نخلي اند اند نخلي نخلي اور تمام. ولكن في شغله وايد مهمه بنخلي هني شنو اور. الاشياء المهمه ان الاسم يكون متشابه، اذا واحد منهم يا الكود يا الاسم يكونوا متشابه، هاي وايد مهم. بعدين شنو عندنا؟ الكريدت ممكن يختلف، يعني يمكن يكون متشابه في كذا مواد كلهم 3 كريدت تمام. فهاي لازم شوي ندير بالنا حق هالنقطة. السكشن بعد نفس السالفة، فتركيزنا لازم يكون على هالاثنين بس تمام، ونخلي بينهم شنو اور. فشنو بنسوي؟ بنشيل هالاثنين تمام، لان السكشن والهاي ممكن يكون متشابه فما يحتاج نخليه. فبنشيل هالاثنين، بنخلي بس، واحنا بعد ويا التستنج بنشيك. الحين خلينا نشوف نفس الاسم سكشن غير، اعطاني ترو. احنا بعدين بنستخدمه بالعكس تمام.
مثلا هني أربعة، أو مثلا خلينا نقول واحد الكريدت بس نفس المادة، طاني ترو. هني الكود مالها غير، خلينا نقول كذي، لأن ساعات يصير إن الكود مثلا كمبيوتر انجينيرينج كودهم غير عن كمبيوتر ساينس، ولكن نفس المادة نفس الاسم، بعد أعطاني ترو. تمام، فإحنا حمينا روحنا من الأخطاء، بعدين بنشوف شلون بنستغل هاي كونتينز عشان ما نخلي نفس الكورس يتكرر. احنا اهم شيء الكود ما يكون نفس الشيء والاسم، اما الكريدت والسكشن ممكن يعني يكون نفس الشيء. تمام، فكذي احنا نعتبر خلصنا من هاي كلاس. خلنا نكتب كومنت ونشرح هالمنطق في الكومنت. يبون كذي ان تشرح شنو صاير. خلنا نشوف في مكان مكتوب إنه شو اسمه write the details comments for each class and method write the comments use java documentary اللي هو doc. تمام، فهني بنكتب equal check تمام. كتبنا هنا سطر واحد، تقدرون تزيدون، تكتب مثلا otherwise give false وكذي، ولكن كفكرة يعني اعتقد واضح. تمام، خلصنا من هالكلاس، هاي الكلاس الاولي كورس. الحين بنروح حق الكلاس الثاني اللي هو student.